معناه ان عندنا صيف كده يعني شبه اللي احنا فيه، صيف رهيب صعب يعني ولا ايه؟ احنا بدأنا فصل الصيف فعلا في 21 يونيو، يعني بقالنا اسبوع تقريبا. بس لكن طبعا فصل الصيف مش كله هيكون بنفس هذه الوتيره، احيانا بتكون يعني احنا مصر عيان دلوقتي منخفض الهند الموسمي، لكن في بعض الايام بنتاثر بالمرتفع الجوي القادم من جنوب اوروبا. يمكن لما بنكون متاثرين بهذا المرتفع ده بيلطف الاحساس بالحراره الى حد، بيقلل درجات الحراره وبيقلل نسب الرطوبه، وده اللي احنا كنا مستمتعين بيه على مدار الايام الماضيه. يمكن حوالي من اسبوع اللي فات كان إلى حد ما الجو معقول، لكن بمجرد ما بيسيطر مرتفع الهند الموسمي طبعا بترتفع الحرارة ونسب الرطوبة بشكل كبير. نصايحك للناس إيه بقى؟ أهم حاجة طبعا بنأكد عليها تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من 12 ظهرا حتى 5 عصرا. الفترة دي بتسجل فيها درجة الحرارة أعلى قيم لها، وبتكون الشمس طبعا عمودية جدا، فإحنا نتجنب التواجد تحت أشعة الشمس في الفترة دي. لو مضطرين طبعا للخروج أو عندنا أعمال، وفي بعض الناس بتكون أعمالهم في الشارع، يبقى لازم يكون معانا شمسية أو كاب، لمس الملابس تكون قطنية وفاتحة، تناول المية بكميات كبيرة على مدار اليوم، ده طبعا من أفضل الحاجات تجنبا الشعور بالعطش وتجنبا للاصابات بضربات الشمس لا قدر الله. طبعا المصطفين على المصايف، لان معظم الناس دلوقتي اتجهت للمصايف، يعني يفضل ان احنا ما نتواجدش على الشواطئ في فتره الظهيره. وطبعا كريمات الوقايه من الشمس دي حاجه مهمه جدا تجنبا طبعا للشعور بالاحتراق في الجلد خلال هذه الفتره. بشكرك شكرا جزيلا، يعني يا ريت بقى يعني هيئه الاستشاره عن بعد تشوف لنا حل في هذه القصه بقى، في قصه الحراره دي. بشكرك استاذه ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد. الدنيا حر جدا لحد نص الأسبوع الجاي يا جماعة.